اخبط نفسي عشان اخد فلوس. جمد قلبك. صعبة قوي دي. لا، زعلمت انك تفقد قوتك اليوم، فاستمتع بها قدر ما استطعت. لازم اموت قلبي، احنا علينا فلوس كتير. لا يحظى بلذة إلا كل مغامري. يلا يا بنتي المفترية. حاجة انت حصلك حاجة؟ انت كويس؟ انا كويس؟ انا كويس؟ انا نضعت، انا رجلي خلاص ضاعت. يا جماعة حد يجي يساعدنا بس يدخلوا عبين وديها المستشفى هنا. حرام عليك يا أستاذة. والله العظيم حرام عليك. يعني عشان أمك غلابة يعني تدوسيهم؟ أنت مال أمك أنت؟ أنا وهي، أنت مال أمك؟ خليك على جنب. يا جماعة حد طب يركبوا معانا وديها المستشفى. طب تعالى وديك أي مستشفى هنا. أنا بخاف أروح المستشفى. لا مش كويس يا حاج، رجلي ضاعت مش هعرف أرقص تاني. كنت برقص شعبي مش هعرف تاني. طب أنت فيك إيه اللي حصل لك؟ خلاص رجلي ضاعت، وبعد إذنك عايز تعويض مادي عشان رجلي ضاعت. تعالى نروح المستشفى. لا مستشفى، لا انا بخاف من المستشفى. انا اللي هدفع، انا اللي هحاسب. لا انت خبطتيني. انت ممكن تاخديني في العربيه دي وتغتصبيني وترميني على الدائري. ما حدش اللي انت بتقوله ده يا فندم. ده حضرتك عايز ايه يعني؟ تعويض مادي. عايز كام يعني؟ 10000 جنيه. كام؟ 10000؟ انا مش معايا غير 480 جنيه بس، مش معايا غيرهم. صرفت ال 20 جنيه، بقيت ال 500 فين؟ صرفتيهم فين يا بيتي؟ تاكلي كشري؟ أكيد. أنا عايزك تطمن على نفسك. أنت مال أمك أنت؟ أنا عايزك تخلي بالك من نفسك. لما تيجي بقى أنت خد بقى الفلوس بقى واعمل مكاني. يلا هتغور منين؟ اركب يلا. أنا بقيت كويس يا جدعان. يلا خلاص اتكل على الله. يلا أنا بقيت كويس. يلا امشي. يلا غيت تيار. تعرف النهارده الصبح وأنا ماشي في الشارع ده خبطت واحد غلبان؟ يا نهار أبيض، وحصل إيه؟ كان معاق يا عيني، صعب عليا قوي. اديت له 200 جنيه وعشان غلبان خدهم وسكت. رجلي راحت، أنا عايز تعويض مادي يا جدعان. ايه ده؟ انت مش لسه ابني مخبوط الصبح؟ ما انا دي الاعاده يا جماعه. مش معنى ان هو غلبان تدوسوه. انت مال اهلك يا ابني؟ انت ساكن هنا ولا امك بتدعي عليا؟ الواد ده لسه خدته النهارده الصبح. إيه شكلك نصابي يا واد. لا ايه يا ابني؟ مجنون ده ولا ايه؟ مجنون ده؟ ايه ده؟ اهو جه النجم اللي مودينا في داهيه. تعالى يا ابنها. ايه بتعرج ليه؟ واحنا في الزمالك ولا ايه؟ انا بعرج بجد على فكره، مش عايز حد يهزر في الموضوع ده تاني عشان ما موتوش. عشان انا رجلي راحت. انا كان في 36 واحد بيضربوني في نفس الوقت، وال 36 طايليني عادي كده مش عارف ازاي. كنت مجهز لهم حركه المروحه اعملها بس ما اتعملتش. ايه الكهرباء قطعت؟ لا انا كنت مجهز الحركه و يا مش هتفهم يا جدعان. بطلوا قصص مرعبه عشان انا بخاف لو سمحت. المهم لميت فلوس ولا لا؟ لميت 2000 جنيه. حلو، احنا كده جمعنا ال 10000 جنيه وخلصنا من خير جزمه ومعنا فلوس كمان. انا بفكر نجدد الباقه، يعني اعمل باقه كده ب 10 وولع الدنيا. تولع الدنيا ها؟ عشان تخش على الفيس وتقعد تكلم في المزز الحلوين اللي بتكلمهم دول يا ابنها ها؟ خلاص بقى يا جدعان، ما انا قلت لكم اخليك تخش تبص بص على الحريم اللي عندي، مع اني حالف اني ما ادخلش عليهم اي رجاله. انا مستحرم والله بعد ما عملنا الفلوس دي كلها نروح نديها لخيري جزمة بسهولة كده. ازاي يعني؟ انت وحيت لي انا بفكرة بنتي كلب. انت عاجبكوا حالكوا هنا؟ هنا على الكنبة يعني ولا فيه؟ لا في الحمام جوه. مش الحمام ضيق؟ ما تركز يالا يا ابنها يالا. مهدودين من الضرب، عظمي فك، عظمي فك. طب اخلص الفكرة. قصدي عاجبكوا حالكوا في الحارة دي كلها والبلد دي بتمرتها كده؟ مش عاجبنا يا عم. الله يحبك اديني ريحه. الله يحبك. دي انا قاعد مع حسين الجسم يا ابني. بتتكلم عربي يالا؟ امال انا بتكلم تركي؟ ما انا بكلمك عربي. ركز معايا، مش عايزين تعيشوا يومين كده زي عيشه المليونيرات زي الواد حماده بني. نعمل ايه يعني؟ نلون نفسنا بني ونمشي ولا ناجر الفيلا نعمل حفله؟ لا يا حبيبي، ناخد باسبوراتنا ونطلع على عم جلال فيزا العسل، نقول له يدق لنا تاشيره ونغور من البلد دي ب 60000 سلامه على ايطاليا. حلو ده. بس يا بس حلو ده. ليه طيب ليه عملت كده؟ محدش حد من جنبي. طب خلاص يا عم، انت متاكد ان هي دي العماره طب ولا ايه؟ ايوه هي دي العماره رقم 25.
يا ابن المزور بيبقى ساكن في زخانق ومخانق وقلاع مش في عماره. طب يلا بقى يلا يا عم بقول لك الله ما انت مش وعيلة. انا عارف انا بقول ايه.